من غرائب البحار أنه يعيش في البحار والمحيطات بحسب تقدير العلماء حوالي مليون نوع من الحيوانات مثل قنديل البحر والروبيان، ويمكن العثور على أصغر الحيوانات على وجه الأرض في البحر ذات الحجم الصغير جدا والتي لا يمكن رؤيتها، والأسماك الكبيرة مثل الحيتان وأسماك القرش البيضاء الكبيرة وأسماك شيطان البحر وسمكة شمس المحيط. وهل تعلموا أصدقائي أن في البحار أسماك تطير وأسماك في غاية الجمال مثل السمكة الذهبية، لها عينان جاحظتان والدولفين من الثدييات المائية ذكية للغاية تنتمي